ايه ياسمين؟ ياسمين عادل، على فكره اللي انت عملته ده ما يصحش خالص. ده انتوا عاملين رباطيه عليا بقى، وانا اقول ايه الاستقبال الشعبي ده؟ ما انت كمان ما تزودهاش. لو سمحتي محدش يتدخل في تربيه البنتي. عادل عنده حق. ايه عادل عنده حق؟ عادل عنده حق. عادل الكلام اللي بيقوله ده كان ممكن يحصل من 50 سنة، مش دلوقتي. حماتي، بعد اذنك يا حماتي، انا راجل البيت والكلمه اللي انا اقولها هي اللي تمشي. يا عادل، لو انت كل يوم بتروح المدرسه زيي وبتشوف اللي بيحصل في المدارس كنت تقعد تتناقش مع بنتك بهدوء. مظبوط، علشان البنت تكسب ثقه فينا. ايوه رانيا عندها حق. يا ماما، مره انا عندي حق ومره رانيا عندها حق، ما ترسيلك على حاجه يا ماما. يا عادل، انا رأياتي ان البنت دي لازم تعمل كل حاجه قدام عيناتنا احنا عشان نعرف اذا كانت بتعمل حاجات صح او حاجات غلط. مظبوط، مامي كلامها صح. يعني البنت لما تقعد تذاكر مع صاحبها قدام عينينا سايكولوجيا احسن بكتير اي ما تدينا ظهرها وتقعد تذاكر من ورانا. ايه اللي تذاكر من ورانا وتدينا ظهرها؟ رانيا لو سمحتي اتكلمي على ياسمين بشكل كويس. عادل من فضلك، مراتك صحيح هبله لكن المره دي بتتكلم صح. بتتكلم صح ايه يا جماعه؟ افهموني كويس، انا عايز اعمل ايه؟ عايز ابعد الكبريت عن الجهاز. يا بيبي الكبريت موجود في كل حته هتروح يا ياسمين، يعني هي لو راحت في كل حته هتلاقي تقريبا مليون كبريت. مليون كبريت؟ يا نهار، ده كده هتولع فينا كلنا. ولعت يا ابو ولع انت؟ انت محدش عاجبك وكل اللي يكلمك الكلام مش عاجبك؟ انت كده بتبوظ مش بتحافظ يا عادل. ايوه سناه عندها حق. لا بص، انت لازم تفهم النظام هنا، انا اللي اسال وانت اللي تجاوب. ليه؟ وحضرتك ظابط مباحث؟ باين عليا الهيبه طبعا، صح؟ حضرتك عمال تسال، ده انا وانا اللي جاي اتجوز بنتك. ولا احترم نفسك هلا. يا عمي عمد دبب ياض. يا انكل لاحظ ان حضرتك عمال تغلط وانا بعديلك. تعديلي هتعمل لي ايه؟ هتقوم تاخدني على مين ياض؟ ما تيجي تاخدني على مين ياض؟ تضرب دول يا حبيبي ابن عمي؟ لا بقول لك ايه، ده انا معايا الحزام المخطط في الكاراتيه. ولا الله يسيئك يا رمزي، اسكت بقى. ما هي دوله اوت اوت اوت. يا بابا مش ده اللي اتفقنا عليه؟ اسكت انت يا ياسمين، اما الرجاله تتكلم البنات تسكت خالص. حاضر، ما تخافيش يا ياسمين، انا هجيب لك حقك. تجيب لها حقها منين يا؟ لاحظ ان انت الغريب اللي في وسطينا، ولو انت كنت فاكر نفسك انك انت مثبت البيت، لا دي بنتي، يعني انا مربيها كويس قوي. لعلمك بقى دي توديك البحر وترجعك عطشان. يا بابا لاحظ ان احنا اللي محتاجين له، يعني كارتر خيره ان هو جاي يذاكر لي. كارتر خيره؟ خدمه انسانيه وحياتك يا انكل. واد انا مش مستريح لك يا اد، انت شكلك كده مبصبصات يالا. عيب يا عمو. ولا احترم نفسك يالا. يا بابا بقى. ماشي بص يالا، انت هتيجي تذاكر لبنتي ماشي؟ هتقعد تذاكر بأدبك، بصة كده ولا حركة كده انت حر، هفرمك ياض هفرمك. ويانا انت يا بوشي. عارف الجملة الفعلية بتتكون من فعل وفعل ومفعول به. في حاجة يا عمو؟ لا ابدا، انا اصلي كنت ماشي كده فقلت. وماشي جاية من فعل يمشي، ويمشي عبارة عن فعل مضارع. على فكرة يا ياسمين، أنا ممكن أشرح لك أي حاجة في العربي زي ما أنت عايزة يعني، والواد ده يمشي بقى يغور من هنا خالص. أولاد، ها أخبار الشرح إيه يا ياسمين؟ صعبة قوي يا ماما. طب حبيبتي بصي، إحنا هنقعد جنبك هنا، لو احتجتي حاجة اندهينا، تعالى. إيه يا عادل اللي أنت بتعمله ده؟ حرام عليك، في حد يعمل كده؟ رانيا أنا صراحة مش مستريح للي بيحصل ده يعني. وبعدين يعني في الوقت اللي احنا نحتاج أهلك وأهلي فيه، ما نلاقيش فيهم حد موجود. اللي بيحصل ده عادي جدا يا عادل، عادي. عادي ازاي بس؟ هشوف انا بقى حكايه التليفون ده، عايز اعمل مكالمه مهمه جدا. المبتدا والخبر بيترفعوا قدامك، وممكن الخبر نقدمه على المبتدا. في ايه تاني يا بابا؟ مفيش، انا اصلي بعمل مكالمه مهمه، والحته دي الوحيده اللي جنب الشباك اللي فيها ارسال في الشقه يعني. يا سلام، بتتكلم في الموبايل في اي حته في الشقه يعني. بس يعني المره دي الوضع مختلف. يا ولاد يا ولاد، اعمل لكم حاجه تاكلوها؟ طب يا حبايبي الطقي، فضحتنا، حرام عليك جرستنا، انت عايز مني ايه؟ يا رانيا انا مش مستوعب. بقول لك ايه اقصى حاجه ممكن تحصل لو الولد ده ما شرحش لياسمين؟ ولا اي حاجه، ولا تضايق نفسك، بنتك هتسقط. تسقط؟ طيب. رايح فين تاني؟ إيه رايح الحمام؟ ايه وضع طبيعي ان الانسان يروح الحمام عادي؟ الجار والمجرور مكانهم في اي حته في الجمله، في الاول في الاخر. عايز حاجه يا عم؟ لا ابدا مفيش، انا
اصل كنت معدي كده يعني، فقلت اشوف العربي اللي انتوا بتذاكروا له ده، لان انا فعلا محتاج يعني ادرس شويه عربي، لان انا ضعيف شويه في العربي يعني. بابا على فكره كده حضرتك بتشتتني. اشتتك ايه بس واعمل ايه؟ لعلمك اللي انت بتذاكريه ده كلام فارغ بالنسبه لي، انا ممكن اشرحه لك بصباع رجلي يا ماما، العربي ده اسهل حاجه. حضرتك شايف انك شاطر قوي في العربي؟ شاطر في العربي يا ماما؟ العربي يعني انا، يعني العربي انا اللي مخترع، يعني مش مخترع يعني، انا افهم اي حاجه عربي. طالما حضرتك ضريع قوي كده في العربي، قول لي جمع المؤنث السالم بيتنسب بايه؟ انت عبيط يا قد، اي حاجه في الدنيا بتتنسب بالفتحه. غلط يا بابا، دي الحاجه الوحيده اللي بتتنسب بالكسر. ايه ده، غيروها ولا ايه؟ بصراحه كده يا ياسمين انا اتخنقت منك، ابوك ده راجل ممل وجرفطه. انا جرفطه يا قد؟ انت سامعه الواد بيقول ايه وانت قاعده ساكته يا ياسمين؟ انت اللي استفزيته يا بابا، وكمان بتدافع عنه. طب بصي خلاص، مفيش درس مفيش حصه، والدرس خلص والجرس ضرب، وقوم يلا اطلع بره يلا. بتطردني من بيتك يا عمو؟ اه بطردك من بيتي بره، اطلع بره. الكرافطه يا عادل، عادل عادل اصحى يا عادل، شوف المصيبه اللي احنا فيها. مصيبه ايه؟ في ايه؟ المنتخب اتغلب ولا ايه؟ منتخب ايه؟ اتفضل يا ايه دي كمبيالة؟ شهاده بنتك الفالحه ياسمين. الشهاده بتاعتي حلو حلو حلو. حلوه ايه يا عادل؟ ما تبص على الدرجات اللي فيها. مالها الدرجات؟ ما هي ناجحه اهي وزي الفل الحمد لله. شوف درجه العربي يا عادل 29 من 50. طيب يا ماما ما ناجحه هي ماما. اه ناجحه بس مش متفوقه. ايوه يعني عايزين ايه؟ عايزين ايه يعني؟ بصي انا عايز اقول لك حاجه يا رانيا، لازم نبقى قنوعين، القناعه كنز لا يفنى، لازم نرضى بنصيبنا يا ماما. عادل على فكره انت سلبي جدا، انت كان في ايدك كل الحاجات اللي في الدنيا اللي تخلي بنتك تتغلب عن معوقات الدراسه. قصدك ايه؟ ان انا اجيب لها الواد المبصبصاتي ده يذاكر لها تاني؟ اه بقى، ويا تلحقها يا ما تلحقهاش. تفتكر الموضوع خطير قوي للدرجه دي؟ اه يا عادل، بص بقى انا خدت نمره الولد وهطلعه لك اهو، وهسيبك انت وضميرك يا عادل، انت وضميرك. خد اديني قدام الامر الواقع يعني. ماشي ماشي. الو الفوشي موجود؟ التوشي السوشي يا البوشي. يا بوشي. يا حبيبي. ايوه انا عمو عادل سعيد بابا ياسمين. قفل السكه الفوشي. معلش يا عادل، معلش يا حبيبي، عشان خاطري، عشان خاطر بنتك ياسمين كلمه تاني. عشان خاطرك ايه؟ مش هكلمه تاني، والواد ده مش هيدخل البيت ده طول ما انا عايش. سألتك يا صخرة ملتقى الشعر الرومانسي زي ما انت عارفة. الحقي بيقول لها شعر رومانسي. فيها ايه يا عادل؟ ما بشرح لها قصيدة جوه المنهج يا حبيبي. فيها ايه ايه؟ ما هو المنهج مليان قصايد، اشمعنى القصيدة دي اللي اختارها عشان اشرحها لها؟ ده انت فظيع. ايه رايح فين؟ رايح فين؟ ما تخافيش ما تخافيش، هتكلم معاهم بهدوء يعني عادي، ما فيش حاجة يعني، دي بنتي برضو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقعد معاك شويه ولا ايه؟ خير؟ لا خير ان شاء الله، انا اصلي سمعتكم بتقولوا قصايد وكده يعني، مش هعمل لكم اي ازعاج، انا معاكم يعني. اتفضلوا اتفضلوا بابا. ما تخافيش طبعا، بجد مش هعمل اي دوشه خالص. وبعدين انتوا ما دام بتتكلموا في شعر، انت عارفه ان باباكي شاعر قديم يعني الحمد لله. وحضرتك تخصص انهي نوع في الشعر؟ لا كله، انا كل الاشعار بشتغلها يعني، فحت وردم يعني. هو بيسأل حضرتك الشعر اللي انت بتكتبه تبع انهي مدرسة؟ مدرسة صغير مش فاهم يعني، الشعر ملوش دعوة بالمدارس يعني. المدرسة اللي هي تبع كنت النقراش الثانوية العسكرية. ممكن نكمل؟ طبعا كملوا يا حبيبتي. دي قصيدة ايه دي؟ ما هو انت تتكلم يا انا اتكلم، حاجة من الاتنين. انا اتكلم طبعا. اوكي اوكي. ممكن بقى حضرتك تسمعنا حاجة من أشعارك؟ اه قوي حابب يعني تسمع حاجة من أشعاري قوي يا حبيبي طبعا. هسمعكم جزء من آخر قصيدة أنا كتبتها، هسمعكم المطلع بس عشان ما أطولش عليكم. القصيدة بتقول أنت يلي تملي يا حلاوتك يا حلولي. مش ممكن يا عم، إيه الجمال ده؟ ربنا يكرمك يا ابني، عجبتك بجد؟ لعلمك انا عامل كشكول كده هو بكتب فيه كل القصايد اول باول، اروح اجيبه لك واسمعك منه. والله انت واد هايل على فكره ياسمين، انت هتستفيدي منه جامد جدا. ثانيه واحده ثانيه واحده، اروح اجيب القصيده دي واجي على طول. انت ليه عملت كده؟ هو اللي اضطرني اعمل كده. انا ما اسمحلكش تقول على بابا كده. انت طالعه له بقى، انا قلت لما اسمع شعره لهبل ومجد فيه شويه حل عن سمعي. يا جبال يا ند، زهرت على حياتك فعلا يا بابا، ما ينفعش اصلا اجيب حد يذاكر معايا هنا.
ياسمين لو سمحتي قبل ما تاخدي القرار فكري الاول. هي فكرت فكرت وقررت وخلاص، الولد ده ملوش قاعده معانا في البيت هنا. اطلع بره يالا، اطلع بره، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. انت لسه زعلانه مني ولا ايه رانيا؟ طب انا اعمل ايه يا رانيا؟ يعني انا فوجئت اساسا، وانا كنت اعرف الست دي قبل ما تيجي يعني. وبعدين انت مش كنت اساسا بتنادي بالصداقه بين الجنسين؟ انا قلت كده بس انا قلت اصدقاء لما يبقوا اطفال مش يبقوا كبار وفارعين في الطول. طب ونعمل ايه؟ ما احنا كنا اصدقاء انا وهي لما كنا اطفال، وبعدين كبرنا وبقينا فارعين بالطول، يعني دي حاجه مش بايدي يعني. رانيا ما تزعليش مني بقى رانيا، وبعدين انا اعمل ايه يعني؟ بصي خلاص، انسي الولد ده وانسي امه خالص. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ معرفش، انا ماليش دعوه، بنتك اتصرف انت معاه. ماشي. ياسمين بقى محتاجه كام حصه في الاسبوع؟ محتاجه 3 حصص في الاسبوع ب 50 جنيه، عادل. طيب يعني ادي 150 جنيه في الاسبوع، يعني في الشهر محتاجه لها بتاع 600 جنيه مش كده؟ عادل شو حاسس انت بقيت رغاي قوي اليومين دول؟ كنا بنتكلم عن فلوس ولا حاجه؟ ايه المشكله يعني؟ المشكله في 600 جنيه كل اسبوع؟ ده غير اكلك وغير شربك وغير ماما وغير امك وغير اختك وغير اختي. خلاص هجيب المصاريف دي كلها منين؟ خلاص ما توترش نفسك، انا اقول لك على حاجه جامده جدا بقى. انت هتجيب الواد بوشي ده عندك في البازار يدي لك انت الدروس، وتيجي انت بقى على ياسمين تقوم عامل كده بقى ايه عزنك انت بقى اللي بتشرح لها، وتبدا تشرح لها بقى. يا بنت الايه، انت اول مره تقولي فكره كويسه. يعني هو البوشي يجي لي انا البازار يشرح لي، وبعدين اللي هشرحه لي اجي انا اشرحه لياسمين من غير ما هي تعرف ان هو جه شرح؟ برافو عليك، برافو عليك، انا هعمل كده فعلا. بس افرضي مثلا البوشي ده وهو جاي لي او هو ماشي من عندي مامته جت توصله او تاخده، اعمل انا ايه ساعتها؟ ولا اي حاجه، كلها حاجات بسيطه جدا. قوم انت حياتك مدور وشك الناحيه التانية يا عادل كده ايه، وسايب امه قاعده معاك بقى ايه تعمل اللي هي عايزاه يا عادل. يعني ايه مش هبص لها؟ ترم عظمك وترجعك 10 سنين ورا. يا ماما انا واكل طبق كامل لغايه دلوقتي لوحدي، ده انا خلاص بقيت قربة شوربه. خلاص ادي الشوربه لحماتك، هي اولى ترجع مرشدين لورا 10 سنين هم ينفعوها. يو يو يو، انت مالك ومال حماته؟ مش معقول غيظاكي في ايه، حماته زي القمر اهو. طبعا زي القمر. يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، يعني مش قادر اصبر لغايه ما اقول لكم. انا صراحه جالي شغلانه جديده، قولوا لي ايه هي. هتشتغل في اوتيل كبير قوي 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 5 نجوم وفي الاستقبال صح؟ هو صراحة يعني يا ماما مش الاستقبال، هو الوداع يعني. وداع وداع، شفت بقى؟ يبقى انت هتشتغل في شركة طيران كمضيف تودع الناس. لا طيران يعني جو وبتاع، لا انا شغلتي عكس الجو، انا في الارض تحت الارض يعني صراحة. يبقى هتشتغل في مترو الانفاق. طب قول لي بقى هتقف في انه محطة عشان اجي اقطع منك تذاكر؟ وصراحة يا سناء هتبقى المحطة الاخيرة، وما اتمناش ان انت تجيلي يعني. يبقى انت اكيد هتشتغل في وزارة الاثار وتحفر بقى وتطلع الاثار صح؟ هو انا يعني شغلانه فيها حفره بس ما بطلعش، انا بحطه واردم يعني. يا ابني ما تقول، هي فزوره. هي شغلانه اكسب فيها في اليوم 1500 جنيه، مش في اليوم تحديدا يعني، في الحته ممكن يبقى في اليوم حتتين ثلاثه كده يعني. عم الامور، عم اللطيف، خلص وقولي الشغلانه ايه، قطعت نفسنا. برافو عليك يا سناء، الشغلانه فعلا ليها علاقه بعمليه قطع النفس دي. الله، ما تقولي يا ابني قلقتنا. صراحه يا جماعه انا هشتغل حنوت. يا ماما يا ماما انت اتجننت يا عادل، انت عارف انت بتقول ايه؟ ايوه حماتي عارف، قلت ايه؟ حنوتي. يا خبر اسود، لا تكون الشرب اثرت على دماغه. لا يا ماما ما اثرتش على دماغي ولا حاجه، انا هشتغل حنوتي. ايه ده يعني ايه حنوتي دي؟ فجأة هتشتغل حنوتي؟ فجأة لقيت جواك موهبة كامنة اسمها حنوتي فقررت تشتغل حنوتي؟ يا جماعة افهموني كويس، الشغلانة دي مكسبها كويس جدا يا جماعة، ده لعلمكم بقى الحنوتي ده بيكسب أكتر من الدكتور نفسه. جامي جامي يا عادل، أنت مش فاهم أنت بتقولي، أنت كده هتدفن أحلاماتنا بالحياتس. يا جماعة دي شغلتي، الدفن ده حاجة سهلة جدا وبسيطة قوي يا حماد، انتوا قلقانين من ايه؟ يا ابني ده فال وحش، فال نحس يجيب النحس للبيت. يا جماعة أنا خلاص خدت قراري الحمد لله، وضعي طبيعي والتطور الطبيعي للبني آدمين إن هم يموتوا، أما يموتوا هنعمل لهم إيه؟ ما لازم ندفنهم، مين اللي هيدفنهم؟ أنا بقى إن شاء الله. يعني أنا دلوقتي أقول لأصحابي إيه؟ أقول لهم إيه طيب؟ أنت على فكرة لو اشتغلت حنوسي أنا ممكن أروح فيها. بس كده ضمننا أول زبون. روح. ماما يا حبيبتي اتفضلي الساندويتش الجميل ده علشان ربنا يخليكي ليا يا سناء، ده انا بقالي يومين هفتانه وبهبهب على حته لحمه. اجيبي حته يا حماتي. لا امشي بالهنا والشفا لوحدك يا ماما.
ربنا يسامحك يا سناء، ربنا يسامحك. عمو رمزي حضرتك ما اديتنيش المصروف النهارده. يا خبر ابيض، اخس عليا. لا انا اسف يا ياسمين يا حبيبه قلب، انا اقدر كده برضو تنسى. معلش يا نونو، خد يا ست المية جنيه دي لهمت، خديهم اهمت، يعني صرفي نفسك بيهم، خدي اهمت كلهم اهو، صرفي نفسك بيهم لغايه لما ارجع يا ياسمينة. ايه ده يا بنت، ايه ده يا بنت، انت بتاخدوا المصروف من عمو رمزي ولا ايه؟ اصل حضرتك منعت عني المصروف. انا منعت عنك المصروف عشان في ظروف يعني. طيب يا بابا، عقبال ما ظروفتي تخلص هاخد من عمو رمزي. وتاخدي من عمو رمزي يعني مصروف 100 جنيه؟ ميات ميات ميات، معقولة يعني؟ معقولة كتير قوي الفلوس دي على البنت يعني؟ اللهم صل على النبي، انت مالك يا عم، خلي البنت تتبسط يا عم. انت تتبسط بكم الميات اللي انت بتدفعها لها دي؟ لا لا يعني كتير، وبعدين يعني تبسط البنت وتديها الفلوس دي كلها وتقعد تخصم مني؟ ده انا يعني دولة بتاع زمان، انت نسيت ولا ايه يا استاذ ياد يا رمزي؟ شفت نقول باسلوب الشحاته ده، يعني كل يوم باسلوب شحاته. الحاح مش عارف، مش هبقى اشوفك يا سيدي بعدين، هبقى اشوفك. وانتوا بقى ان شاء الله متشيكين كده ورايحين على فين؟ ابدا يا رانيا، اصلي نقنق حبيبتي يعني اتخنقت من البيت شويه ومن اللي في البيت يعني حبتين، فقلت يعني اخرجها شويه بالعربيه اللي انا اشتريتها من عادل. والله دي فكره كويسه قوي، طب ما تاخدونا معاكم نشم شويه هوا. والله دي فكره حلوه قوي. تعالى عادل، تعالى معايا. اجي معاك بجد؟ تعالى. تعالى فين؟ تاخده معاك فين؟ ياخدك فين؟ بيقول لك انا ومراتي هشممها شويه هوا، مش شممها شويه زفت. خليك حسيس يا اخي وسيبنا على انفراد. وفيها ايه يعني يا سناء لما نخرج معاك ونشم شويه هوا؟ ما انت ياما خرجت انت ومراتك وسبتوني في البيت اخلي لوحدي. يا سلام يا سناء، انا ما كنتش اعرف ابدا ان انت قلبك اسود قوي كده. قلبي كان مزرع وانت اللي صحرته، قلبي كان ابيض وانت اللي سودته بعمايلك السودا يا عادل. يلا بينا يا رموستي. احبك يا قاسي وانت قاسي. انت شفت حاجه لسه؟ ماشي يا سناء. تاني تجيب لي جزمه للمدرسه بدل اللي اتقطعت؟ ايه يا ياسمين يا حبيبتي، اول ما يجيلي فلوس ان شاء الله هجيب لك جزمه جديده. طب ما انت يعني قلت لي كده مليون مره. اعمل لك ايه يعني يا ياسمين؟ لما يجيلي فلوس هجيب لك جزمه، اعمل لك ايه؟ هو انت ليه مش زي عمو رمزي؟ عمو رمزي عمره في حياته ما قال لي لما يجي لي فلوس. ايه ده يا ياسمين، هقارنين انا بعمو رمزي؟ عمو رمزي ده غبي غبي. ليه يعني؟ هو عمو رمزي فلوسه ضاعت منه؟ قصدك ايه يا ياسمين؟ العربيه اللي كانت بتاعتك دي متعبه قوي رمزي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا ولي نعمتي. لا لا يا دولا، ما تقولش كده يا عم، انا ربنا جعلني سبب علشان اللي زيك يقدروا ياكلوا عيش في الدنيا دي. احلى هديه لاحلى نقنق في الدنيا. يا ليه مكلف نفسك يا حياتي؟ ده الدولاب فوق بعضه مرصوص مرصوص، كوام كوام هدوم وجزم، مش لاقيه مكان احط قدم رجلي. يا حبيبتي البسي وتهني، وعندنا بدل الاوضه 3 اوض يا حبيبه قلبي، نبقى نخزن في اي اوضه منهم. ميرسي. بالعفو يا حبيبه قلبي. ياسمينة اتفضلي يا حبيبتي، الجزمه بتاعتك عشان تروحي بيها المدرسه فريره. ميرسي ميرسي. وهديتك يا رانيا هانم. انا رانيا وهانم؟ ربنا يخليك يا رمزي، ربنا يخليك ويبارك فيك ويعرفك يا رب يا اخويا، يا رب يا رب. يا رمرم، امال فين هديه حماتك؟ طبعا ما اقدرش انساكي، ام حبيبتي واحلى مرات عم في الدنيا. اتفضلي يا ست الكل. متشكره قوي يا حبيبي. ودي بقى الخالته ام رانيا ونوجع علشان لما يجوا بقى بالسلام. طيب وانا هديتي فين بقى ياض يا رمزي؟ يلا يا بيه. هديت ايه؟ هديت ايه عادل؟ انت مش كفايه التكاليف اللي انت مكلفاني في البازار وهناون في الشقه والعربيه الخربانه بتاعتك دي؟ عايز هديه كمان؟ بص بص النرفزه، ما تعصبش، اعملي لي كوكتيل، اعملي لي كوكتيل. هيا يا ياسمين يا حبيبتي، الجزمه عجبتك؟ حلوه قوي حلوه قوي، ميرسي يا بابا، ربنا يخليك ليا. العفو يا حبيبتي. مش انت، مش انت. بالعفو يا حبيبه قلبي. ايه ده بابا؟ مين بابا؟ مين يا بنت انت؟ بابا ده، بابا ده، بابا ده. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ دي بنت انا، انت كمان بنت عايز تاخدها مني؟ لا 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 لا, لا. انا اكيد بحلم. فوقيني فوقيني يا رانيا، اضربيني بالقلم، اضربيني بالقلم. لسه واقف، لسه واقف، اضربيني.
السخافه دي؟ يعني ايه مفيش تليفون في البيت بكوين؟ انت فاكرنا قاعدين في قهوه هنا ولا ايه؟ ايوه قاعدين في قهوه، وروح هات لي ثلاثه شاي يجري يلا. يا عم بقى بس بقى، قصدي معلش بقى، ممكن اعمل مكالمه صغيره حتى كده؟ مكالمه صغيره؟ وانت عمرك عملت مكالمه صغيره؟ اكيد في المكالمه دي هتتكلمي مثلا على ابن فرويد فياخد لك اربع خمس ساعات. انا بدي لكل واحده فيكم خمسه كوين كل اسبوع، وديتيهم فين؟ سناء سناء، انا عندي اتنين كوين، انا ممكن ابيعهم لك بس بفلوس كتير قوي. شغل السوق السوداء ابتدى بقى. انا الكوينات بتاعتي خلصت وعايز اعمل مكالمه ضروريه جدا عشان اعرف الحلقه الثانيه في التليفون. يا ماما ده انت بتحبي قوي الاذاعه السمعيه، ما تسمعي الاذاعه يا ماما، ما تفرجيش على التلفزيون كده. عايز تحرم امك من متع الحياه السمعيه والبصريه؟ مش احسن ما تحرمون انا من متع الدنيا كلها فاتورة التليفون ب 3700 جنيه؟ حرام عليكم. انا بقى مش محتاجه لان انا عندي كوينز كتيره جدا جدا، واصلا انا دلوقتي اتكلم براحتي. طبعا مدي لمراتك كوينات اكتر من الكوينات اللي انت مديها لنا. لا طبعا يا حبيبتي، انا عندي قدره خاصه للادخار المستقبلي، وبعد كده كمان ياسمين ادت لي كل الكوينز بتاعتها عشان هي اصلا مش محتاجه تتكلم في التليفون. شفت الاولاد بيعملوا ايه مع اهاليهم؟ مش انت خساره تربيتي فيك. طب يا بنت، انت يا بنت ما تديني انا كوين كمان علشان يمكن ابيع واكسب فيه. لا ده احنا دخلنا على البيزنس بقى. كوين الطازه، كوين الفريش، كوين الفريش، اللي عايز يعمل مكالمه شيل الحمار يا حمار. دولة ده جمل يا دولة. انا بقول عليك انت يا حمار. ماشي بقى دولة بقى. انت ايه اللي اخرك يالا؟ انا مش بعتك بقى لي ساعه مع الواد بتاع الدش؟ ايوه دولة، ما احنا واحنا واقفين فوق السطح كده وبنعدل الطبق على الاوروبي ناحيه الاوروبي زي ما انت قلت لي يا دولة، لقيت بقى الواد كده رجله اتزحلقت وقع في خزان الميه الكبيره يا دولة، وقعدت ساعه مش عارف اطلعه. ساعه مستني عند الحنفيه تحت انه ينزل مع الميه، مش كده؟ صح يا دولة صح. ايه ده انت مش عرفك يا دولة؟ بس تقريبا يا دولة الناس اللي فوقينا فتحوا الحنفيه قبلي فنزل بقى عندهم هم. يخرب بيتك، هم نزلوا عندهم هم. يادي اهبل يادي اهبل، في حد بينزل من الحنفيات؟ انا مش عارف اعمل مع. عارف يالا رمزي، ربنا بيدي كل بني ادم بالتساوي، الناس كلها بتاخد زي بعض، بس انت طماع يالا. ايه ده دولة انا طماع؟ طبعا طمعت في الغباوه خدتها لوحدك. طب ليه بقى كده دولة بقى؟ لا انت مش بتقول لي اي حاجه انا بعملها. بتعمل ايه؟ انا مش امبارح قايل لك روح حط لي ميه في العربيه؟ وحطيتها ولا لا؟ حطيتها لي في الجيركن على الكنبه اللي ورا. امال يعني احطها فين يا دولة؟ حطها في شنطه العربيه من ورا. اهبل يا اهبل يا اهبل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك ممكن استعمل التليفون؟ طبعا اديها بنص جنيه واتكلم براحتك. ليه اتكلم براحتك؟ اديها انت بتأجر التليفون يالا وانا مش موجود ولا ايه؟ عشان نكسب. انت مالك انت ومال المكسب؟ معلش اصل الموبايل بتاعي وقع وعايز اعمل مكالمه مهمه. معلش التليفون بتاعنا ده حضرتك ما بيطلبش موبايلات. خلاص هتكلم ارضي. ما هو ده ما بيطلبش ارضي، بيطلب ارضي بس مش محافظات. خلاص هتكلم محلي. دولة يعني ايه محلي يا دولة؟ يعني المحل ده بتاعه ولا ايه؟ انت بتتكلم مين؟ انت بتتكلم ليه؟ مش كفايه اللي انت عامله؟ بس خلاص نو. محل سكر طيب؟ نو. بص التليفون ده ما بيطلبش غير في الشارع اللي احنا فيه ده بس. ما هو انا ساكن في الشارع ده برضه. ساكن في الشارع ده؟ ساكن في ايه؟ العماره اللي جنبيكم على طول دي. انت بتستهبل يالا، يعني ساكن في العماره اللي جنبينا وعايز تكلمهم من هنا؟ ما تطلع لهم يالا، انت مش ابن حمدي؟ ايوه. اطلع لهم ياض تستهبل. وانت على الله على الله الاقيك ان انت اجرت التليفون ده ولا خليت حد يتكلم فيه، فاهم ولا لا؟ عشان نكسب يا دولة. انت مالك ومال المكسب؟ اوعى حد يمد ايده على التليفون. خلاص يا دولة حاضر، محدش هيمد ايده خالص غيري. على الله رمزي، لو لقيتك بس ماسك السماعه هتبقى نهايتك معايا يا رمزي، انا بقول لك اهو. حاضر يا دولة حاضر. ها؟ سهبل؟ ماشي. ايوه كده. الإحساس الواحد إن هو مسيطر على فاتورة تليفونه بتديله قوة وخشونة ورعونة ورجولة. أيوة كده، محدش يقدر يتحكم فيا ولا في تليفوناتي، عامل كأني بحلم مثلا. الله يا دولة الله. دولة بمناسبة الحلم يا دولة، أنا مش حلمت امبارح إن أنا وأنا ماشي في الشارع كده هون دوست على إزازة مكسورة فرجلي اتفتحت وتعورت. عشان ماشي حافي يا أهبل، قلت لك ما تنامش غير بالجزمة، أنت ما تنامش غير بالجزمة. الله يا دولة الله، صح وربنا يا دولة صح. إيه ده مفسر أحلام يا دولة؟ يا
يا ابني انا كانوا بيجيبوا لي الجرايد فيها تفسير الاحلام اقعد افسرها بقى. الله. طب يا دوله انا في كده هون يعني حلم حلمته يعني من شهرين ومحدش عارف يفسروه لي خالص. قول قول يا سيدي قول. حلمت يا دوله اللهم اجعله خير ان انا نايم كده هون ولابس بني في بني وماشي في حته كبيره قوي فيها زرع اخضر فاخضر. لابس بني في بني وماشي اخضر فاخضر، ده سلاوي. ايه دوله كده؟ تبقى طور الله برسيمه. لا ده كده حمار. النهارده ولا ايه؟ هاش عايز كوين يكلم في تليفون؟ خلاص بقى يا عادل خلاص، الامتحانات خلصت. وانا كمان يا ابي خلصت كل حكايتي. وانا شخصيا بروح لام ميرفت تحكي لي المسلسل. انت غريبه صراحه يا ماما، ما عندك التلفزيون تتفرجي على المسلسل براحتك، لازم تطلعي لام ميرفت تحكيه لك. لا اصل ام ميرفت بقى بتضيف على المسلسل من عندها، فالمسلسل بيطلع ايه جميل جدا. يا سلام ام ميرفت عكاشه. طب ما تكتب لنا الجزء 16 من ليالي الحلميه. رانيا عايزه كوين؟ أفر يا روحي أفر، لأنه أصلا أنا دلوقتي عقلي مشغول بحاجات أهم بكتير، حاجات كده خيالية، وبقى التليفون بالنسبة لي شيء عابر. مظبوط مظبوط مظبوط، أنا كمان ما بقتش أقدر أطيق أشوف هذا التليفون، أنا بقيت أشوف الأصحاب بتوعي في النادي عشان بقى يجيب لي صداعات. يجيب لك صداعات، طيب أيوه أيوه، ثانية واحدة. أيوه أيوه يا عم يا عم أيوه، مين؟ صباح الخير. صباح النور يا سيدي. نعم تحت أمرك. أنا بقالي يبع ساعة واقف على الباب. يبع ساعة ماشي، عايز إيه حضرتك؟ دي فاتورة التليفون. فاتورة التليفون؟ طب يا سيدي متشكرين، أنا هدفعها بعدين، متشكرين قوي. أشكرك. العفو يا سيدي العفو، مع السلامة. ولا محتاج إن أنا أفتح الفاتورة أصلاً، لأن أنا عادد الكوين وكله تمام. بيقول لي فاتورة التليفون 5000 جنيه. خمس آلاف جنيه ايه؟ انتوا بتستهبلوا؟ بتتكلموا في التليفون ب5000 جنيه؟ الكوين ملوش علاقة بالرقم ده. وروني انا هعد الكوين. انت عملتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ محدش يبص على ما افتح. كازوس؟ كازوس؟ مفيش ولا كوين واحد، كله كازوس، كله كازوس، كله كازوس. حرام عليكوا حرام عليكوا، كله كازوس. ايه بتتكلموا ايه؟ 3100. لا 3101. 3001. يا نهار ابيض نسيت الباسورد. 3331. أكيد معايا ورقة فيها باسورد. ألو إزيك يا مي، عاملة إيه؟ بقالي 4 أيام بسأل عليك وأنت اللي بتقول ما أنتيش موجود. ياسمين ياسمين عايزك عايزك عايزك. نعم. ياسمين أنت معاك الباسورد ده ولا إيه؟ آه. طب لو سمحتي بعد ما تخلصي يعني مكالمة مع مي صاحبتك تعملي لي الباسورد. ها؟ ماشي ماشي. طب باي باي دلوقتي يا مي عشان باباي عايز التليفون وكده، هبقى اكلمك تاني. باي باي. ماشي يلا قولي لي بقى الباسورد. ها؟ مش هقول لك. مش هتقولي لي ليه؟ عشان انت لما كان معاك الباسورد كنت مش بترضى تقوله لي. معلش هبقى اقوله لك بعد كده، قولي لي بقى الباسورد يلا. مش هقول لك. طب انت جبتي الزفت الباسورد ده منين؟ من طنط سناء. طنط سناء؟ يعني طنط سناء هي اللي اديتهولي. ايوه. وسناء انت جبت الباسورد ده منين يا سناء؟ من ماما. وانت يا ماما جبت الباسورد منين؟ مجيدة. وانت يا حماتي جبت الباسورد منين؟ من نجلة. وانت يا نجلة جبتيه منين؟ من رانيا. رانيا جبت الباسورد منين؟ منك يا حياتي. من انا؟ ازاي؟ يا حبيبي ما هو انت طول الليل بتنام وبتحلم بقى وتقعد تهلوس الباسورد رقمها كذا، الباسورد رقمها كذا، قمت انا حفظتها. يا نهار ابيض، يعني انا حافظ الباسورد وانا نايم ونسيها وانا صاحي، انا يعني مش هبصوا اقول لكم مفيش تليفون خالص. ليه بس؟ خلاص مفيش تليفون في الدنيا. بس خلاص بس 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 بس. الو. ايوه ايوه يا معلم مسخوط، معلش نسيناك من اول الحلقه. وصلت الاقصر؟ بقالك 6 أشهر في الاقصر؟ طب بص البضاعه اللي معاك احسن حل ليها تفتح بازار وتبيعها فيه. او كمل على اسوان بقى. يلا سلام سلام. وانت جبت الباسورد منين؟ منك يا حبيبي. وانت جبتيه منين؟ من ماما.
عجبي عملت ايه في الطلبات اللي انا طلبتها منك؟ طلباتك غاليه قوي عندي يا عادل بيه، كونك انك عايز تشتري عجايب الدنيا السبعه لوكش على بعضها كده. انما انا اللي يهمني ان انا اخد عرقي. لا طبعا كل اللي انت عايزه هديهولك، بس اهم حاجه انا مش عايز العجائب كلها. يعني مثلا عندك الهرم، الهرم ده في ناس كتير جدا بتسترزق من وراه، فمش معقوله يعني اخده منهم. اه يا دولا، وبعدين انا شاري هناك يعني اسطبل حمير وشويه خواجات كده هون يعني منطورهم من هناك علشان المنظره. انا لفيت الدنيا بحالها من مشرقها لمغربها علشان اجيب لك الاسعار دي. سمعني يا سيدي. برج ايفل خلصت فيه ب2 مليار يورو. 2 مليار يورو مبلغ مش ضخم ولا حاجة. أوكي أنا موافق موافق. برج فيزا المائل ب2 مليار يورو. لا 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 كتير قوي، ده كفاية قوي إنه هو مائل، لسه هنصرف عليه على ما نعدله. يعني لازم يراعوا الحكاية دي شوية يعني. آه يا دولا، وممكن يطقطق مع الخراط وهو بيستعدله. أنا هبعت لهم مسج بطلباتكم دي. بالنسبة بقى لسور الصين العظيم، أولا مفيش حاجة اسمها عظيم، العظمة لله. إيه سور الصين العظيم ده؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا بقول لك إن الناس دي أمينة جدا وطيبين قوي قوي، قالوا إن لو عايز تاخد السور بشكله كده هتدفع يا سيدي 3 مليار، لو هم بقى هيصلحوا فيه هتدفع 3.5 مليار. لا 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 لا، ويصلحوا ليه؟ لا 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 عادي جدا، انا هاخده زي ما هو، لان انا كده كده كنت عايز اهده، لان في ناس محبوسين ورا السور من اول ما بنوا السور ده مش عارفين يروحوا شغلهم. عاش دولا رجل الخير. خليك في حالك. اما بالنسبه لحدائق بابل وعليها وفوقيها كده تاج محل بحاله، الاثنين على بعض ب5 مليار يورو. حدائق بابل المعلقه دي بقى يعني هنزلها من تعليقتها، هنزلها. اشمعنى هي تبقى متعلقه وحدايا القبه ماشيه في الارض يعني؟ صح يا دولا، وبعدين والنبي يا دولا، يعني تاج محل ده ونبقى ادهوني علشان البسه بدل الباروكه دي. خليها. لا لا لا، تاج محل ده انا وعدت رانيا هديهولها هديه ان شاء الله، لسبب بسيط جدا يعني، انها وقفت معايا ايام ما كنت غني بسيط، يعني مش غني غنى فاحش زي كده. هو بصراحه فاضل عجيبه واحده بس ما خلصتش فيها، لاني مش واثق ان كانت عجيبه بجد ولا مش بجد. ايه هي العجيبه اللي مش عجيبه العجيبه دي؟ بركان فيزوف. بركان؟ لا 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 لا، مش عايز براكين، لان احنا ممكن نتلسع واحنا بننقله. لا ايه دولا، ممكن ننقله يا عم، نمسكه بقماشه كده او بجرنان، او بص ممكن نسيبه ساعه ساعتين كده يبرد وبعدين نبقى ننقله. لا انا مش عايز، كفايه عندي عجايب، العجايب اللي عندي دي هتخليني اشهر صاحب بازار بيجمع كم عجايب اثريه موجوده على مستوى العالم. في معايا بقى حاجات كده خفافي، انا بقول انها يعني ما تجيش في التجاره بتاعتك دي وما تكونش انت عايزها يعني. لا 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 سمعني، ما اجراش حاجه، انا احب اتاجر في كل حاجه، كل حاجه بتاجر فيها، كل حاجه. ايوه شوف يا سيدي، نادي برشلونه بلاعبته بالمدربين بكل حاجه فيه، واس ميلان وريال مدريد، الواحد بمليار بس. مليار؟ بص حضرتك، انا ممكن اخد برشلونه، في الواد اللي هو بيلعب اللي اسمه رونالدينهو. الواد ده كويس قوي، وبعدين يمكن اخلف عيل اخليه يلعب هناك في النادي معاهم يعني ولا حاجه. يا دولا، وندخل بقى ببرشلونه ده وندور الرمضانيه كده اهو. يا غبي، خلي طموحك اعلى من كده، احنا بقينا اغنيه مش شايف الغنى اللي احنا فيه. يلا لا، احنا نادي برشلونه ده هنجيبه، نخلي الاهلي يلعبه ونخليه يتغلب، ما انا هبقى صاحب النادي يلا عشان نعوض الخساره اللي خسرناها منه قبل كده. ايوه يا دولا صح. اوكي هات لي برشلونه. عايز حاجه تاني ياض؟ ربنا يخليك يا دولا يا رب. شكرين قوي يا عم عجل. يلا هنروح على البازار بقى. سلام عليكم. شوكولاته ايه؟ على الصبح كده سكر؟ ها كنت بتقولوا ايه؟ ابدا يا كبير، البضاعه كلها عندك وانت اللي ماسك السوق كله. انتوا مجرد شويه حشرات، جراد، ناموس، حموش، افعصكوا برجلي. دولا والنبي يعني ابقى سيب لي جرتين كده هون يا دولا باشا عشان افعصهم انا كمان برجلي علشان اجرب الجزمه الجديده دي. هسيب لك الجراده تيتي الصغير اللي هناك ده. ارحمنا يا كبير. وانت ما رحمتنيش ليه؟ وانا في رحله الثراء الفاحش اللي انا فيها دي. اضرب ماما ان الطيب احسن. طيب احسن الكلام ده لما كنت فقير، دلوقتي بقى وانا غني مفيش الطيب احسن. سمعت انك هتشتري ترعه المرضيه وشارع البازارات كله. امال انت فاكر ايه؟ بس الكلام ده قديم، ايام زمان.
أنا دلوقتي توسعت فوق ما عقلكوا يتخيل أو يتصور. طب حتى اديني تمثالين أقف بيهم على الناس يا ولا غلط؟ ولا هديك ربع تمثال، لكن رأفة بيك ممكن أشغلك صبي عند الصبي بتاعي الصبي رمزي. لا يا دولة، لا مش عايزه، وبعدين أنا معتمد على الواد حتة وفتلة اعتماد جزئي يا دولة. حتى أنت يا رمزي، ده أنا عندي تشيلدرن. عندك تشيلدرن؟ طب ما احنا كلنا عندنا تشيلدرن عادي جدا. انا مش فضيلك مش فضيلك. كمان 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 كمان. يلا بينا يا ده رمزي نروح نقابل السفير الامريكاني. اه يا دولة والنبي، علشان عايزه يعلمني حبة فرنساوي. يلا بينا. يا جماعة يا جماعة اجهزوا بقى يا اخوانا، عشان هنسيب البيت ده اخيرا ونطلع على القصر الجديد بتاعي اللي انا بنيته في وسط المحيط. ايوه يا جماعه يلا بقى قوموا جهزوا الشنط عقبال ما انا اسخن الطياره بره. لا 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 لا، شنط ايه وانت بتفكر من دماغك ليه؟ احنا هنجيب كل حاجه جديده، ما تاخدوش اي حاجه من هنا. امال الفلوس الكتيره اللي عندي دي هوديها فين؟ سوري بيبي سوري، انا مش هقدر اجي معاك. سوري معلش، هبقى احصلك. مش هتقدري تيجي معايا ليه يا راني؟ علشان انا رايحه مركز التجاره العالمي اعمل شوبينج لمده سنه ونص. معقوله سنه ونص تعملي شوبينج؟ معقوله الكلام ده يا حماتي؟ والله يا عادل اتس فري كانتري، كل واحد يبقى حر في حياته. ايوه بس يعني انت هتيجي معانا وهي مش هتيجي؟ ايوه يا جماعه، وبعدين هناك في شباب كتير والمعاكسات على ودنه يا جماعه. على العموم هي ممكن تعملي تحصلات على بورا بورا. بورا بورا؟ ايه القرف ده؟ وانت ايه اللي يوديكي البلاد اللي عامله كده يعني؟ سربرايز سربرايز يا عادل، ما اصل انا هتجوز وهقضي بقى شهر العسلين بتوعي مع حمديون في بورا بورا. حمديون؟ مين حمديون ده؟ ازيك يا مجاجيدو؟ انا حجزت تذكرتين السفر. اوه حبيبي. اخ مين ود ده؟ مين ود ده؟ ده قد ابني عادل. الحب اعمى خالص وبيعمل معجزات. اس اهلا اهلا يا اياد، تعالى تعالى اتفضل منور، تعالى اقعد هنا جنبي. الله، مين اياد ده اخر؟ اوه اياد ملك جمال لبنان. يا نهار ابيض، ده دفع له مليون دولار عشان يرضى بس يتجوزني، وهنعيش في جبال الارز. جبال الارز؟ يعني مش تيجي معانا؟ لا طبعا مش هاجي معاك، ده دفع مليون دولار. ماما عاجبك اللي بتقوله سناء ده؟ يا حبيبي الجواز مش عيب. ازيك يا نعومة يا حبيبي. مندوب حبيبي. مندوب؟ مندوب ايه؟ مندوب انت يا يالا، ايه الواد الصايع ده؟ يا دولة ما تتسرعش يا دولة، يمكن ابنها. يمكن ابنها، حتى الفلوس الكتيرة اللي جات لك وما زلت غبي برضو يا غبي. ده مندوب خطيبي، انا بس هشوف اخلاقه ايه وبعدين افكر اتجوزه. حتى انت يا ماما، امال سبته ايه بقى لنجلاء؟ شرخير يا استاذ عادل، معاك المنفلوطي رجل اعمال المشهور. وخطيبي؟ خطيبك؟ خطيبك ايه؟ ده ابوكي. انا افضل زواج الاغنياء عن الاغبياء، انا مش هعلط غلطة سناء ومامي وطنط انعام واتجوز واحد صغير يكون طمعان في فلوسي. لا نصحة. واحب اقول لك انا اغلى منك بكتير. انا مش عايز فلوس، انا عايز اهلي. دولة معلش، انا كمان بعتك يعني ورحت اتجوزت فتاة استعراض من الشور الروسي وخدتها بقى، وهنروح الزقازيق علشان نشتري بقرة وشجرة موز وهنعيش يا عم. خد بقرتك وجور من وشي. يلا يا مندو يا حبيبي. يلا يا حمديون يا شيري، تشاو تشاو. يلا يا اياد، بقول لك عايزين نلحق قبل جبال الارز ما تسيح. يلا يا منفلوتي. يلا يا ياسمين. يلا يا مامي. يلا. يلا يلا ده ايه ده؟ ايه ده؟ come with him girls. come and with her. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ لا انا مش عايز فلوس، انا مش عايز ابقى غني، انا عايز اهلي، انا عايز ارجع فقير، انا مش عايز ابقى غني، مش عايز ابقى غني، مش عايز ابقى غني، عايز ابقى فقير. فقير هذا فقير. فقير هذا فقير. مش عايز ابقى غني. يا ماما. في ايه يا عادل؟ مالك؟ في ايه يا بقول لك يا رانيا؟ مفيش سفر تعملي شوبينج من بتاع مركز التجاره العالمي ده؟ مفيش سفر. اوكي اوكي عادل، مش مهمه خالص، انا هنعمله من المهندسين يا حبيبي. يا امال فين ماما وفين سناء ونجلاء ومامتك فين وياسمين؟ في ايه عادل؟ قاعدين بره في الصاله. قاعدين في الصاله لوحدهم ولا معاهم حماده وما لوحدهم؟ ماما
مش هسيبك لما تدفع الفلوس اللي عليك. يعني تدفع الفلوس اللي عليك. فلوس؟ اه ادفع الفلوس. عادل انا جهزت لك موتور المكنه عشان تعمله نص عمره، ودي 5 جنيه مساهمه مني، واوعى تديه الواد ماندو. ماندو هو في حد اسمه ماندو؟ ماندو الواد الميكانيكي البايظ ده، ما ينفعش، ده زباله، اديه لعمك كشك. وانا يا عادل الراجل بتاع البطاطينيات قال انه هيأجل قسط الشهر للشهر الجاي. وحتى لو ما اجلوش مفيش مشكله يا حماتي. واقول لك حاجه، ممكن تاخدي البطانيه بتاعتي كمان، انا مش محتاجها. بابا انا عايزه اخرج معاك بكره عشان المدرسه قالت لي ما تجيش عشان ما دفعناش المصاريف. لا يا حبيبتي هخرج معاكي، اوديك المدرسه وهطلب من المديره انها تستنى على المصاريف لغايه اجازه نص السنه. ماشي. روحي افتح الباب. دول حبيبي عم رمزي. ياسمين يا حبيبي، كربوزه كربوزه. انا بحب قوي لما تعمل لي كده. بقول لك يا دولا، دلوقتي عم بتوع شركه النظافه قاعدين لنا في البازار ومش عايزين يمشوا الا لما ندفع لهم 50 جنيه بتوعهم، وقالوا لي كمان هنرجع الفيران لو ما دفعناش. ما يجراش حاجه، ما يجراش حاجه. بص شوف اي تمثالين ثلاثه ادهم لهم، واخد بالك، وكاننا بعناهم. تصرف. اه يا دولا والله فكره حلوه، اعد لهم التماثيل المكسره كمان. انا ماشي يا دولا. استنى 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 رمزي تعالى. تخش تخش، انا هضربك يالا. معقوله؟ لا انت ابن عمي يا دولا، انا بحبك يالا. صحيح يا رمزي، انت كان ممكن تجيب بقره وتجيب شجره موز وتعيش عليهم في بلدكم؟ لا يا دولا خالص. طب واسيبك يعني؟ اسيبك لمين يا ابني؟ انت هتحتاس لو انا مشيت يا ابني. وهتحتاس. يلا ادعى البزار يا دولا بقى. يلا ادعى البزار يا يا سلام. يا عادل يا حبيبي، اسعد حاجه ان الواحد يقعد في وسط عيلته. تعالى يا عادل. ترم عظمك وترجعك 10 سنين ورا. يا ماما انا واكل طبق كامل لغايه دلوقتي لوحدي، ده انا خلاص بقيت قربت شوربه. خلاص ادي الشوربه لحماتك، هي اولى ترجع مرشدين لورا 10 سنين اهم ينفعوها. يو يو يو، انت مالك ومال حماته؟ مش معقول غيظاكي في ايه؟ حماته زي القمر اهو. طبعا زي القمر. يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، يعني مش قادر اصبر لغايه ما اقول لكم. انا صراحه جالي شغلانه جديده، قولوا لي ايه هي. هتشتغل في اوتيل كبير قوي 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 قوي، 5 نجوم، وفي الاستقبال صح؟ آه هو صراحة يعني يا ماما مش الاستقبال، هو الوداع يعني. وداع وداع. شفت بقى؟ يبقى انت هتشتغل في شركة طيران كمضيف تودع الناس. لا طيران يعني جو وبتاع. لا انا شغلتي عكس الجو، انا في الارض تحت الارض يعني صراحة. يبقى هتشتغل في مترو الانفاق. طب قول لي بقى هتقف في انهي محطة عشان اجي اقطع منك تذاكر؟ وصراحة يا سناء هتبقى المحطة الاخيرة، وما اتمناش ان انت تجيلي يعني. يبقى انت اكيد هتشتغل في وزارة الاثار وتحفر بقى وتطلع الاثار صح؟ هو انا يعني شغلانه فيها حفره بس ما بطلعش، انا بحطه واردم يعني. يا ابني ما تقول، هي فزوره. هي شغلانه اكسب فيها في اليوم 1500 جنيه مش في اليوم تحديدا يعني، في الحته ممكن يبقى في اليوم حتتين ثلاثه كده يعني. عم الامور عم اللطيف، خلص وقولي الشغلانه ايه. قطعت نفسنا. برافو عليك يا سناء، الشغلانه فعلا ليها علاقه بعمليه قطع النفس دي. الله، ما تقولي يا ابني قلقتنا. صراحه يا جماعه انا هشتغل حنوتي. يا ماما يا ماما اتجننت يا عادل، انت عارف انت بتقول ايه؟ ايوه حماتي عارف قلت ايه، حنوتي. يا خبر اسود، لا تكون الشوربه اثرت على دماغه. لا يا ماما ما اثرتش على دماغي ولا حاجه، انا هشتغل حنوتي. ايه ده يعني ايه حنوتي دي؟ فجأة هتشتغل حنوتي؟ فجأة لقيت جواك موهبة كامنة اسمها حنوتي فقررت تشتغل حنوتي؟ يا جماعة افهموني كويس، الشغلانة دي مكسبها كويس جدا يا جماعة، ده لعلمكم بقى الحنوتي ده بيكسب أكتر من الدكتور نفسه. جامي جامي يا عادل، أنت مش فاهم أنت بتقولي، أنت كده هتدفن أحلاماتنا بالحياتوس. يا جماعة دي شغلتي، الدفن ده حاجة سهلة جدا وبسيطة قوي يا حماتي، أنتوا قلقانين من إيه؟ يا ابني ده فال وحش، فال نحس يجيب النحس للبيت. يا جماعة أنا خلاص خدت قراري الحمد لله، وضعي طبيعي والتطور الطبيعي للبني آدمين إن هم يموتوا، أما يموتوا هنعمل لهم إيه؟ ما لازم ندفنهم، مين اللي هيدفنهم؟ أنا بقى إن شاء الله. يعني أنا دلوقتي أقول لأصحابي إيه؟ أقول لهم إيه طيب؟ أنت على فكرة لو اشتغلت حنوسي أنا ممكن أروح فيها. بس كده ضمننا أول زبون. روح منور والله. أهلا يا أستاذ عادل، أحب أعرفك ده المساعد بتاعي علي العايش. وانا رمزي ابن عم دول حبيبي، حنوتي المستقبل ان شاء الله. بس بقى بس بقى، حضرتك تشرب ايه يا معلم انت والاستاذ عايش اللي مش عايش؟ هات لنا 2 عصير موز. 2 عصير موز تحبوا حضرتك ساده ولا بالحليب؟ لا عصير موز عادي،
موز يعني موز. اه صح طبعا، ومعروف جدا ان الموز علينا حق. الله يلطف. يا مس يا استاذ لو سمحت، عايز موز موز وانا كمان موز تشرب ايه؟ كوكتيل يا دول. ثلاثة موز بس لو سمحت. ما قلتليش بقى كنت عايزني في ايه؟ وبسرعه وحياتك عشان انا مشغول ورايا حته طازه، ده غير حته تانية فاضل لها ساعتين وتفصل شحن. يا ما شاء الله حضرتك كمان متخصص دفن موبايلات، ما شاء الله. حضرتك انا نفسي تعلمني المهنه بتاعت الحانوتي ده، يعني نفسي ابقى تلميذ ليك يا معلم. انت شغال ايه بالظبط؟ حضرتك انا فاتح بازار، بس البازار للاسف مش شغال خالص اليومين دول، لدرجه ان انا بفكر ادفن التماثيل واتدرب فيهم. فعلا التماثيل عندنا ريحتها فاحت في المنطقه كلها. بس يعني حضرتك، يعني انا في البيت اول ما عرفوا ان انا هشتغل حانوتي فرحوا جدا، وقعدوا يسلموا عليا ويبوسوا فيا، يعني ولغايه دلوقتي بيبوسوا فيا ويعني فرحانين جدا يعني. وان شاء الله ان شاء الله يا معلم انا يعني هرد لك جميلك ده. هتعمل لي ايه يعني؟ يعني باذن الله لما تتكل انت بقى على الله هدفنك دفنه، يعني تخلي مصر كلها تتكلم على الدفنه بتاعتك. طب بتفول عليا ولا ايه؟ لا ما بفولش يعني، بس زي ما احنا قلنا يعني عادي الموت علينا حق. طب بص بقى، عشان انا مش فضيلك، انا هعرفك ازاي تبقى حانوتي وانت وشطارتك بقى. لا ده احنا تجار شطار قوي قوي قوي، قول بس انت عليك واحنا هنفهم على طول برابنت. اول هام لازم تعمل دعايه كتير كتير قوي، واول شغلانه ليك تبقى واحد من قرايبك عشان ده اللي هيعمل لك الدعايه الصح. واحد من قرايبي؟ ماشي. وتاني هام؟ تاني هام لما الشغل يمشي معاك شويه تجيب لابتوب زي ده وتسجل عليه اسماء الحتت وبياناتها. حلو والله. واكتب بقى للذكرى الخالدة مثلا ولا حاجة؟ لا ده لزوم الشغل الصح عشان الزبائن تدور عليك. طب وبالنسبة لي انا بقى معلم اجيب واحد زيه كده؟ هتجيب واحد زي ده تعمل بيه ايه؟ انت عارف اسمه ايه اساسا؟ لابتوب. لابتوب؟ لا طبعا ما اسموش كده، اسمه لابتوب. وبعدين ده انت مش محتاجه، انت بكتيرك هيبقى معاك مقطف وكوريك. انا حانوتي ابا عن جد، والكتاب ده فيه اسرار المهنة وكيف تتعامل مع الحتت. بس الكتاب ده مش ببلاش، ده ب 100 جنيه تمن الكتاب والعطله. لا قوي 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 عينيا يا معلم. يا سلام، يعني الكتاب ده هيعلمني كل الحاجات بقى اللي هي في الدفن وتعمل ايه مع الميت لما يموت وكده. بالظبط كده. ما نشتري اتنين يا دولا. تعمل بيه ايه؟ تعمل بيه عشان لو جه حتتين. ما هنقرا من نفس الكتاب. يا غبي يا غبي، وريني شطارتك بقى. وش حلو عليك، انا شامم ريحه شغل. روح بقى وتعامل مع الزبون، دي فرصة. معقولة أوام كده؟ أوام أوام يعني ولا؟ خلص وريني شطارتك. ماشي يا معلم ماشي، يعني واضح إن أنت خبير، يعني حتى الفيل اللي أنت دفنه ومعلق صورته ده يعني ما شاء الله عليك والله يا معلم. حاضر حاضر. راح فين؟ راح فين؟ هنروح ندفنها بقى. ندفن إيه؟ ندفن إيه؟ ندفن اللي ورا دي؟ لا يلا هي دي ماتت لحد ما تلاها. اقعد اقعد اقعد. ماشي ماشي، ربنا يسهل لك يا دولا. إيه كلنا لها، شد حيلك امال، ما تعمليش في نفسك كده. انا مش قادره اصدق انه خلاص انتهى. راح راح. ايوه ماما، ما دام مات يبقى راح، وضع طبيعي يعني، بس بقى في حياتك يعني. شد حيلك شد حيلك. اصلك ما تعرفش غلاوته كانت عندي شكلها ايه. ايوه اكيد هو غالي عندنا كلنا يعني، بس ما تقلقيش يعني، مع حضرتك عادل سعيد حانوتي السعاده الابديه يعني، فان شاء الله اظبطك واظبط المتوفي باذن الله. بص لو حد فين وعايزك تكون حنين عليه ورقيق، انت ما تعرفش كان غالي عندي قد ايه. والله غالي علينا كلنا حضرتك يعني، ان شاء الله هتفينه من غير ما هو يحس باي حاجه. حضرتك بس اديني العنوان وانا هتصرف يعني. بص بص جماله، الجمال ده كله راح. هدر هدر هدر. لا 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 اوعى تقولها، ما تنطقهاش. انا بقوله يا ميشو. اهو ميشو بقى مش ميشو، اهو كلب يعني. وده مات ازاي يعني حضرتك؟ مات امتى؟ مات من ساعتين في حادث فظيع. حادث فظيع ده اكيد مثلا في عظمه اتحشرت في زوره، ولا كان بيعدي الشارع وهرب من السلسله ولا ايه؟ حادث بشيع 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 بشيع. ايه اهو كلب وراح وخلصنا منه. عاجبك البوز الاخص انت؟ نحسني دايما نحسني. شفت؟ معلش هي البدايه كده. انا عن نفسي بدات بالقطط، انت بقى دلوقتي تروح تشوف واحد من قرايبك وهو اللي هيعمل لك دعايه وتسويق. ماشي انا هروح اشوف اي حد من قرايبي، ولو ما لقيتش هتصل. يا رانيا يا رانيا، ايه الملح اللي انت حاطاه في الفول ده؟ ملح زياده، بقى لنا 10 سنين متجوزين ولغايه دلوقتي مش عارفه تظبطي الملح في الاكل. الا النسب
الا النسب، كلمني عن اي حاجه الا النسب. شوف انا المراه النسبيه، انا حاطه الملح على الاكل بشكل مطابق للمعايير الجوده العالميه الايزو. انا ماليش دعوه بالعلمانيه اللي انت بتقولي عليها، انا عايز المعايير دي طبقا لبطني يا هانم. يا حبيبي افهم افهم، انا عامله خلطه جزيئيه بحيث ان انا بحط الملح على الميه بنسبه 1 ل23 وربع بوصه في الميه، علشان الاكل يبقى عباره عن جزيئات، جزء جزيئ يعني منه ميه وجزيئ اخر ملح وجزيئ فول. بعد كده بقى الاكل لما هينزل معدتك هيحصل له حاله انشطار فتشبع. انشطار؟ انت بتقولي لي اي كلام، اي كلام بتقوليه وخلاص. انشطار جوه معدتي ليه؟ معدتي مفعل نووي، بقول لك مش واجب. احسن ويكون في معلومك، يكون في معلومك ان اسلوبك في الحوار معايا اصبح متدني واصبح لا يطاق يا عادل. هو ده اسلوب يا رانيا، هو ده اسلوب. اذا كان عاجبك بقى انت فاهمين النهارده اسلوبي عامل ازاي في الحوار، هو اسلوبي كده ومش هعرف اغير اسلوبي، هو كده من يوم ما اتولدت انا كده. الله مالك يا عادل في ايه؟ نعم نعم الله في ايه؟ مفيش. بابا بابا بص يا بابا الرسمه دي. ايه الرسمه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه الرسمه ايه دي؟ ايه يا بابا؟ رسمه الربيع. ربيع ايه؟ ده خريف. ودي رياح خمسين، رياح خمسين ايه؟ ما دام ما بتعرفيش بترسمي، ترسمي ليه بس يا ياسمين؟ يعني يا بابا الرسمه مش عاجباك؟ اه مش عاجباني، رسمه وحشه. ما دام ما بتعرفيش ترسمي ارسمي اي حاجه سهله، ارسمي حمار، ارسمي معزه، لكن الرسمه اي كلام اي كلام. الله ايه عادل انت بتكلم البنت كده ليه؟ معلش يا ماما ما احبش حد يتدخل في تربيه البنتي. بس مش معقول كده كمان، دي طفله يا عادل وملفظاتك وحشه معاها، خلي ملفظاتك سعد معاها. ملفظاتي حماتي لو سمحتي ما تتدخليش بيني وبين بنتي يا حماتي بعد اذن حضرتك، كفايه ان انت مش عارفه تربي بنتك اساسا. ايه اللي انت لابساه ده نجلاء؟ انت رايحه السيرك ولا ايه؟ في ايه يا ابي؟ في ايه؟ ايه اللبس المهبب ده؟ خش غيري خش غيري. خش 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 عامل ايه؟ عامل ايه ازيك يا هيثم؟ عامل ايه؟ اتفضل اتفضل. لا اتفضل. لا اتفضل، انت دي قهوتي اساسا. اهلا وسهلا. بس انت شكلك اتغير كتير قوي يا عادل من ايام الحضانه. اه ما هو من ايام الحضانه بقى لها بتاع 10 سنين اكيد اتغير يعني، وانت برضو شكلك اتغير خالص. انا فاكرك لما كنت بتبقى شايل الزمزميه اللي هي عماله بتنقط ميه وما بترضاش تشربنا، وكان بيبقى معاكي كمان اللي هي المصاصات ام صفاره دي ما كناش بنلاقيها. يا رجعتني لاحلى ايام حياتي والله. تشربي يا بدوي بدوي. ايوه جاي يا نعمين يا استاذ دولة. تشرب ايه؟ ممكن لو سمحت من فضلك بعد اذنك يا استاذ تجيب لنا 2 شاي من ايديك الحلوه دي. انا استاذ؟ عينيا يا استاذ. وعندك 2 شاي والصايه. بس انت اتغيرت قوي يا هيثم عن زمان. زمان كنت بتقعد تزعق للعيال وتخطف منهم السندوتشات على اساس ان مامتك هي النظره بقى، فكنت بتقعد تضايق الناس كلها بما فيهم انا يعني. يا عادل مفيش احسن من اللسان الحلو ده. احلى 2 شاي على ميه بيضه للبهوات. ميرسي متشكر جدا. على فكره انت مش المفروض تشتغل في قهوه، لا انت المفروض تشتغل في فندق 5 نجوم. انا سعاده البيه اشتغل في فندق 5 نجوم؟ ربنا يكرم اصلك يا سعاده البيه. شفت يا عادل ده بيعمل العجب. ايوه بيعمل ايه يعني؟ ما هو نزل لنا شاي عادي، يعني ايه اللي حصل؟ انا لما قلت للقهوجي كلمتين حلوين مجامله شفت عمل ايه؟ واحلى ورده للاستاذ. يا صباح الفل يا سعاده البيه. صباح الجمال. ميرسي. شفت يا عادل مش قلت لك ده بيعمل عجب؟ يعني هو اللسان؟ ايوه اللسان اللسان. ايه اللسان اللسان؟ هو انت خريج ألسن يعني قسم لحمه راس ولا ايه؟ اقصد ان باللسان الحلو هتاخد كل اللي انت عايزه وزياده كمان. انا مثلا عندي شقه وعندي فيلا وعندي فلوس البنك ومتجوز 2، وباللسان ده ما قعدوا مع بعض في شقه واحده وانا قاعد في الفيلا. يعني كل ده عشان اللسان؟ ايوه ايوه. بس انت يعني بتتكلم على 2 ستات، انا عندي 6 ستات، دول محتاجين 6 لسنة على الاقل. يا عادل هو لسان واحد حلو هيحل لك كل مشاكلك، حياتك هتستقر وشغلك هيمشي. الحمد لله الحمد لله. ايه الاكل الجميل ده؟ تسلم ايديك يا رانيا بجد. الملح مظبوط قوي النهارده في الفول، والبيض المسلوق تحس انه مسلوق بطريقه مسلوقه يعني بجد. حتى اي حاجه من ايديكي بجد يا رانيا بتبقى جميله يعني. الله ميرسي يا عادل، ايه الرومانسيكيه اللي انت فيها دي يا حبيبي؟ حبيبتي حقك ولازم اديكي حقك طبعا، انت بتعملي اكل جميل لازم اشهد بكده، وقدام كل الناس وقدام كل العالم وقدام مصر كلها لازم اقول لمصر كلها ان رانيا مراتي حبيبتي بتطبخ احلى طبيخ وبتعمل. الله يا ياسمين على الرسمه بتاعتك، جميله جميله. جا
جميلة، هو أنت يا بابا لسه شفت الرسمة بتاعتي؟ ياسمين يا حبيبتي أنا مش محتاج أشوف الرسمة بتاعتك، أنا عارف رسم بنتي كويس. لعلمك بقى أنا بفكر أدخلك مسابقة كراريس الرسم الدولية. ميرسي يا بابا يا حبيبي يا حبيبي. بص بقى لو إنتي شمس ولا سحاب ودي نجلاء. راح على فين؟ الله يا نجلاء، اللبس اللي انت لابساه فظيع، ده مفيش ولا لون مش لابساه ما شاء الله، كل الالوان حتى الاسود عشان لو اتعزي ولا حاجه يا، والغوايش اللي لا 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 لا. بصي بجد يا نجلاء ده مش من مقامك، انا ليا واحد صاحبي فتح محل جديد بتاع ملابس حريمي، هكلمه عشان يجيب لك لبس جديد كله جديد، وانت اللي عندك ده ارميه وزعيه بيعيه اتصرفي فيه. الله عليك يا امير، ربنا يخليك ليا، ميرسي قوي. باي باي باي، مع السلامه يا نجلاء، خلي بالك من نفسك. وفي ايه يا عادل؟ في ايه؟ انا مش فاهمه نانا بقى، ايه الكرامات والبزخات اللي انت فيها دي يا عادل؟ والله انتوا عارفين ده كله سببه ايه؟ ايه؟ ما عندكش اي حاجه يا استاذ عادل، انت زي الفل. زي الفل ازاي يا دكتور؟ حضرتك يعني ده انا حاسس بارق جامد جدا حضرتك، ده انا ما بعرفش انام خالص يعني. انا بقول لك انت ما عندكش اي حاجه، بس نصيحتي ليك ما تفكرش كتير. هو ده بس العلاج؟ طب حضرتك مثلا ما فيش حبايه، ما فيش دواء، ما فيش اي حاجه، على الاقل اعمل بالقرشين اللي حضرتك واخدهم يعني. الدواء اللي معايا ده مش بتاعي يا استاذ عادل، ده بتاع زبون. بتاع زبون؟ يعني الزبون ده اجدع مني؟ الزبون بيدفع لك فلوس وانا بدفع لك طوب يعني؟ انا بصراحه مش هيجي لي اغلى منك يا استاذ عادل، بس لازم اقول لك حاجه، الدواء اللي معايا ده بينيم يومين. يومين يا استاذ عادل؟ حبايه واحده تنيم يومين بالظبط. متشكر قوي يا دكتور، ربنا ما يوقف لك رمز في طريقك ويجيب لك صداع زي كده. ربنا عليك. سلام عليكم. الله يخليك، مع الف سلامه يا دكتور. حبايه تنيم يومين، اهلا اهلا اهلا، انا مش محتاجها، انا اعملها الرمزي. وادي كوبايه الشاي بتاعته، ويا سلام كل يوم انيمه يومين، كل يوم ينيمني. تعالى يا رمزي. ايه الراجل الغامض ده؟ ايوه استاذ تحت امر. انا بس كنت ايه ده؟ مين؟ ابراهيم عطا مرعب تانية خمس علوم. مين؟ عادل سعيد رفيق كفاحي في الحياه. ازيك؟ انت فينك يا راجل؟ عامل ايه؟ لا رفيق الكفاح ايه بقى؟ الكفاح ده كان زمان، دلوقتي يا سيدي عندنا الكفاح في الدنيا بقى، البازار والبيت والعيال. اهلا اهلا، اتفضل. اخبارك ايه يا عم؟ انت عارف طبعا اني اتخرجت من كليه الشرطه، ودلوقتي بعمل تحريات عن قضيه كبيره قوي. انت طول عمرك كان نفسك تبقى شرطه واكشن، تحريات بقى قضيه كبيره اكيد، ده قضيه مخدرات مثلا؟ لا تجاره سلاح. يا صباح البارود. طب وده ايه علاقته بالشارع بتاعنا يعني؟ في اتنين بيقعدوا على القهوه اللي جنبكوا كمان نص ساعه، هيتفقوا على شراء صفقه سلاح كبيره قوي. صفقه سلاح وانت بتراقبهم عشان تقبض عليهم؟ طب انت مش لابس اللبس بتاع الضباط اللي هو بنجومه كده ليه؟ ده انا لازم اظهر كده لان انا بوليس سري، ومش معقول افضل اراقب الناس شهور طويله جدا وانا لابس لهم ميري. فكره برضو، فكره صح، برافو عليك. ما انت لو لابس ميري هيعرف انك ظابط. صح صح صح. وخلاص هانت العمليه دي، اصلها كبيره قوي واكيد هاخد فيها ترقيه. والشنطه اللي معاك دي بقى ان شاء الله تاخد الترقيه، الشنطه دي بقى بتاعت الشغل ولا عده الشغل؟ اجهزه تصنط وكاميرات مراقبه. لا ربنا يوفقك ان شاء الله. انت ماسك دماغك ليه؟ في ايه؟ باين عليا خدت ضربه شمس، حاسس بصداع، ما لاقيش عندك حاجه للصداع؟ تلاقي عندي حاجه للصداع طبعا، يعني انا كفايه بس شنطه الاسعاف اللي هي بتاعت العربيه دي، بس ما اعرفش تشتغل جوه البازار ولا لا، هجيبها لك، ولو ما ينفعش هجيب لك المسلق دي، هجيبها لك، هتصرف هتصرف. ميل وزميل يا ولد. وايه اللي متلقح هنا ده؟ انت جبت الحبايه؟ حبايه ايه يا عم؟ ايه ده ماسك راسه؟ يبقى اكيد عنده مغص. اكيد. خد اشرب شويه شاي دي يمكن تخف ولا حاجه. اشرب. لا حول ولا قوه الا بالله. لا 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 اشرب 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 اشرب. لا اله الا الله، انت ايه اللي جابك هنا وجاي تموت عندنا هنا ولا ايه؟ ها فقت ولا ايه؟ بص انا لقيت لقيت حبوب، بس هي منتهيه الصلاحيه لكن شغاله يعني. انت ايه اللي عملت ايه؟ دول انا خلاص يا دول قمت باللازم كله يا دول، وشرب كوبايه الشاي هون، وزي ما انت شايف خفيف اهو. خفيف؟ اشرب الشاي؟ مش ده شايك؟ من امتى كان عندك الكرم ده؟ بتديله الشاي بتاعك يا ابراهيم؟ ابراهيم ابراهيم ابراهيم، ده فيها يومين يلا يخرب بيتك. اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ طب انا اعمل ايه يا دولا؟ طيب ما انا لقيته كده هو يعني، ف
مش مهم بقى، دول اللي انكسر يتصلح دول. يتصلح ايه ويتهب بايه؟ طب وشغله يا ابني والترقيه اللي مستنياه والسلاح؟ سلاح ايه يا دول؟ سلاح التلميذ؟ انت بتتكلم كمان؟ بتهزر؟ ده الراجل ترقيته هتوقف. اعمل ايه؟ لازم اتصرف، لازم اتصرف. هات لي الشنطه دي، يلا هات لي الشنطه دي. ماشي. شنطه ايه ده دول؟ هو بيصلح ده شاشي؟ هات الشنطه وحط الضماد. هات الشنطه وريني فيها ايه. حاضر. انا احاول انقذ ما يمكن انقاذه يعني. وريني. يا ابراهيم. مش مهم بقى دول. ده ايه ده؟ ايه ده دول؟ ده اكيد اجهزه التصنت. تصنت ايه دي؟ اسمع كده، سامع حاجه؟ لا يا دول. ما هو ده التصنت، ما حدش يسمع. ماشي يا دول. الصور دي، ده اكيد صور المجرمين. مجرمين ايه دول يا دولت؟ دي صور المجرمين. انا لازم اتصرف يا لا، لازم اتصرف. اتصرف ايه يا دولت؟ تعمل ايه؟ بقول لك ايه، انا هكمل مسيره وانا اللي هعمل العمليه دي بنفسي. عمليه ايه دول؟ انت بقيت دكتور ولا ايه؟ اسكت اسكت، ما توهوش عليا. ها سيبني، ما تشوشرش خالص. العمليه دي لازم انفذها. انا هطلع على القهوه يا لا، لو بعد ساعه لقيتني ما رجعتش بلغ البوليس. حاضر يا دولة. بعد ما تبلغ البوليس بساعه، واخد بالك، لو البوليس ما جاش بلغ البوليس تاني. حاضر يا دولة. انا وراهم والزمن طويل. ماشي. يخرب بيتك. اوعى اوعى من وش يا ابراهيم. ماشي، انا هنفذ عملية. خلص. ماشي يا دولة. ماشي ابراهيم. نور يا باشا، انا كنت بغير اللمبه، هو اللي اتخلع في ايدي. اتخلع في ايدك ليه؟ هو زرار قميص. خدها على الحجز العسكري. امرك يا فندم. اسمع. تمام يا فندم. في حد لسه بره انا ما حبستوش؟ حد لسه ما حبستوش؟ حضرتك ده الشارع كله بايت عندنا بره. كويس كويس، علشان الشوارع تفضى. نفسي في يوم اروح بيتنا بدري. امشي بيه. تمام يا فندم. يلا يا منتهى. لو سمحت عايزه اقابل حكم دار المعتقل. استر. حضرتك حقوق انسان؟ لا يا ابني، ده حقوق عين شمس. حقوق عين شمس. اهلا وسهلا، منوره يا حاجه. إيه عندكم جدعين، واحد اسمه عادل سعيد وواحد اسمه رمزي، عايزين نشوفهم. ايوه دول ممسوكين مخدرات. لا يمكن لا يمكن، العصفورتين الكتكوتتين دول بيتعاطوا سم ابيض. يتعاطوا ايه يا هانم؟ دول الايد اليمين والايد الشمال لاكبر تاجر مخدرات في الجمهوريه، المعلم خيال. حضرتك يا باشا، من فضلك، طلب انساني ملح من زوجه ثكلى. ممكن اقابل المتهم حتى تثبت ادانته؟ انت دبلوم حقوق ولا ايه؟ الهي ما يشفيك قدامه، عايز اشوف ابني. اسمعي يا حاجه، هيترحلوا بكره على النيابه، ابقوا اسبقوهم على هناك. نو I'm going to talk to my lawyer. ها؟ اكبر محامي هجيبه هنا. وبعدين من فضلك يا حاجه، الضابط ده بياخد باله من ست ستات. لو سمحت من فضلك، انا كده مضطره ان انا اصعد الموقف. انا شاكك في شهادتك اصلا. من الحرص واجب. يا عسكري. امرك يا فندم. ابعت لي العيالين اللي جم امبارح بالليل. تمام يا فندم. ما تقلقوش، العدل هياخد مجراه. انا عارفه ان ابني مظلوم. اكيد اصحابه الشريرين هم اللي علموهم كده. انا هقف جنب عادل حتى النهايه، وعمري ما هطلب منه الطلاق ابدا. اصيله يا مرات ابني، اصيله. الا لو ثبت عليه الحكم طبعا. واطلب طول عمرك. ماما حماتي رانيا. ايه ده مفيش حد في استقبالي؟ امال فين فتله وحته؟ طيب ماما انا مظلوم يا ماما، انا مظلوم والله يا رانيا، مظلوم يا حماتي. وانا كمان كلكم والله مظلوم. احنا بتوع الكوكتيل يا حضر الظابط، احنا بتوع الكوكتيل. كلهم بيقولوا كده في الاول. اسمعي يا حاجه، يا ريت تعقلي ابنك وتخليه يعترف على شركائه، المعلم خيال والاخ ميكروباص. لو اعترف عليهم ممكن الحكم يتخفف، يبقى 20 25. حضرتك ازاي؟ انا حضرتك والله انا ولا اعرف خيال ده، ولا عمري ركبت ميكروباص. حضرتك احنا زمان في القهوه، احنا بتوع كوكتيل. كوكتيل يا باشا. هو الكوكتيل نزل جدول؟ مش عايز رغم. اسمع يا حاجه، لو هتقولوا لهم حاجه او هيدلوكوا على مكان الحاجه، يا ريت تخلصوا بسرعه علشان الزياره انتهت. الوداع يا عادل، تمسك يا حبيبي حتى النهايه. انا ما وعدكيش ان اقدر اتمسك اكتر من كده. لا. طب بقولوا بقى الحته وفتله ان هم يجوا يزوروني علشان ان النهارده انا محبوس. عادل اشوفك بكره في النيابه يا عادل. ماما اعملي لي سندوتشات بالبسطرمه. ماما وكتري السندوتشات والبسطرمه يا مرات عمي. لا انتوا ما تاكلوش بسطرميات خالص، انا هجيب لكم تيك اواي، انا هجيب لكم سندوتشات هوت دوج. هوت دوج ازاي بس يا حماتي؟ اذا كان دوج هياكل دوج ازاي يعني؟ لوك كتير انا مش عايز، ويا ريت تعترفوا وتخلصوني
علشان اقفل المحضر ونبقى اصدقاء. يا باشا انا تحت امرك، بس حضرتك اللي اسمه خيال وميكروباص ده انا ما اعرفهمش على حضرتك. وبعدين احنا زباين عاديين في القهوه، واسال في القهوه، احنا بتوع الكوكتيل حضرتك. كوكتيل، انتم مسميين الصنف كوكتيل؟ ها يا باشا، هو من ذليل الازل اسمه كوكتيل. ذليل الازل يعني شغالين في الصنف من زمان. انا كنت تايه عنكم فين. يخرب بيتك يا ابني، اسكت بقى، هتودينا فين اكتر من الاسم؟ هتحبس فينا ايه زياده عن ما احنا محبوسين؟ يا باشا حضرتك بعد اذنك، يعني انا راجل محترم وشاعر وليا قصايد وليا اعمال كتيره جدا في كل حته في البيت عندي. واعرف منين انك شاعر؟ حضرتك انا الشاعر عادل سعيد، ممكن اقول لك قطعه من اشعاري تعرف ان انا شاعر؟ اتفضل. يا مصر. الله، جيت لي على الجرح. انا اسف اني جيت على جرح حضرتك، ما اعرفش انك متعور خالص يعني. لا لا ولا يهمك، كله هون في سبيل مصر، كمل. يا مصر، فيك الشعب بيبص على الهرم وهو ماشي بيزغرط. محمد بيزغرط. في تاريخ عالم المخدرات حصلت يا ميكروباص. بص بقى خير، احنا بعد ما نبيع لبلدياتنا الكرديات دول نكنلنا سنه، وبعد كده نلقط رزقنا في تجارة السلاح. المخدرات خلاص يا خيال اتشمت. جاتك نيلة عليك وعلى أفكارك المعفنة. أخيرا عبطت عليك يا ميكروباص أنت وخيال. كده خيال وزيت عليا. وزيت إيه؟ وزيت إيه؟ اسمع يا توك توك، أنا هتحبس معاك. حضرتك بقى الخلافات دي تحلوها هناك بقى في الحبس. المهم حضرتك تعرفني أنا والحيوان ده؟ أنا ما أعرفش حيوانات ولا أعرف ولا ارضى انهم يكونوا من عصابتي ومن صبيان. اتحقق كويس يا خيال. جرى ايه يا باشا؟ انت ادرى مني بصبياني؟ ما هو لو دول من العصابه الحكم هيتخفف. جرى ايه يا سعاده الباشا؟ ما الراجل قال لسيادتك يعني ان هو ما يعرفناش. انت عايز تلبسنا مصيبه وخلاص؟ ماشي يا مصر يا اللي ظباطك. لا لا لا، بس كفايه شعر يا ابني، كفايه. انت بقى لازم تجهز كده هو برقصتين على اغنيتين، عشان في الزنزانه هتقابل تأبيده. تأبيده هناك؟ لا لا يا باشا انا بريء. لا البرش ما يجمعناش، انا بريء. قدامي قدامي يا خيال. ولا دول مش خيال، ده شبه تورماي اللي احنا قتلناه. يالا في لخمة راس. يا كبير. مش عارف بس البتاع ده هون بيشتغل من فين بس. صباح الخير يا رمزي. صباح الخير يا دولا. ازاي؟ يالا مش قايل لك 100 مره قايل لك ما تقعدش على المكتب هنا؟ انا اسف يا دولا. قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلت لي يا دولا. وانا اللي بعدك اخر مره يا دولا. انا اسف. انزل يا. انا اسف. انزل. حاضر يا دولا. وبعدين فين الحسابات اللي انا قلت لك الراجل بتاع الضرايب هيجي يشوفها؟ عملتها ولا لسه؟ عملتها يا دولا. انت لسه فاكر يا عم؟ خلصت من زمان. ماشي، خلصت من زمان، فين هي بقى؟ اتفضل يا دولا، بالهنا والشفا. بالهنا والشفا؟ يا لا، نقي الفاظك. يا لا، اما يكون حد بياكل تقول له بالهنا والشفا، لكن حد بتدي له ورق تقول له بون ابيتي كده هو يعني. غبي غبي، هتفضل طول عمرك غبي. فين هي الحسابات؟ اهي يا دولا، اتفضل اهو. انت ايه، ما نزلتهمش على الكمبيوتر ولا ايه؟ كمبيوتر ايه يا دولا؟ اسلام. ما اصل ما اصل ايه؟ ايه اصل ايه وبس؟ ايه في ايه؟ فين؟ انا مش قايل لك تنزل الحاجه دي على الكمبيوتر. ايوه دولا، هو فين الكمبيوتر طيب اصلا؟ يا نهار اسود، فين الكمبيوتر اصلا؟ ده انا جايب كمبيوتر ومنزل عليه برنامج بتاع حسابات ودافع الشيء الفلاني، عشان تيجي تقول لي فين الكمبيوتر؟ امال ده ايه حضرتك؟ ده انت هتطلع عليه. يخرب بيتك، هتطلع عليه يالا اللي هو بتاع الكاتب يا دولا، الكاتب المصري. هتقول لي ولا ولا ما تلعبش بالكمبيوتر ده تاني، وما تلعبش. بوصول يا حضرتك. ده ايه بقى حضرتك ده؟ يعني اله الويندوز عند قدماء الفراعنه يعني ولا ايه؟ لا يا دولا والله انا كنت بحسبه عم آلة حاسبة كبيره كده هون يعني. وبعدين حتى بالاماره انت مش قلت لي اسمه لابتوب؟ لابتوب؟ انا قايل لك لابتوب. يهبل يهبل، مش يا نهار ابيض، جايب لك مهندس وقعد ثلاث اسابيع عمال بيدربك، وفي النهايه مش عارف الفرق بين الكمبيوتر واللابتوب. ما دولا بقى بصراحه يعني، بص الباشمهندس ده، وانا دول انا ما كنتش فاهم منه اي حاجه. دولا عمال يقول لي شد الداون شد الداون، ومش فاهم شد الداون. يلا بيقول لك شات داون. شات داون يعني شد الكوبس. والله يا دولا انا مش عارف يا دولا. خد بس اقرا بقى الاول. اقرا ايه بس؟ اقرا ايه بس؟ يعني غاوي تخسرني، غاوي تخسرني وتكلفني يا دولا. ده انا تعبت فيها تعبانه. اقرا بس الاول. اقرا.
تعبت تعبانة، نشوف عملت ايه في الحسابات. ايه ده؟ هي دي اللي انت تعبت فيها تعبانة؟ اللي انت كاتبه ده يا خسارة خسارة فرائك يا انت ايه جايب مقبول الضرايب؟ عايز يغنينا ولا ايه؟ يا دولا يا حبيبي خير الكلام ما قل وزل. وزل؟ انا اللي بسد نفسي ان انا قاعد جنبك وبسمعك. ايه اللي انت مهببه ده يا يو بقى يا دولا بقى؟ مش دون برضك مجهود بني ادم تعب فيه؟ فين البني ادم؟ انت بني انت بتصنف نفسك غلط طول الوقت. ممكن حضرتك تفسر لي ايه اللي انت كاتبه لي ده؟ انا هقول لك يا دولا دلوقتي، مش لما مأمور الضرايب هيقراها هيقرا ايه؟ خساره خساره، هيعرف بقى ان احنا خسرانين فيقوم بقى معافينا من الضرايب. طب دي خساره خساره فرائك يا جاره بقى، عشان ايه؟ الجيران بتوعنا هم كمان خسرانين ولا ايه؟ الله ينور عليك يا دولا يا دولا، شفت بقى الزكوانه يا دولا؟ ولا انا مش ناقص غباوه، لا اطلع بره، يلا اطلع بره. ماشي ماشي يا دولا، كل شويه يقعد يقول لي مش ناقص غباوه واطلع بره بزاره هو. ولا يا هبل يا هبل، انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي على اساس ان انا مش سامعك يا غبي يا غبي يا غبي، اطلع بره يا غبي. ايه ده انت سمعتني؟ اطلع بره يلا اطلع بره. ناقص غباوه.